صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العاج إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر سبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير للد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب، الجنيدي إلنا كلنا، هيئة تنشيط السياحة الأردنية. صباح الخير، صباح الخير يا أنسودة الرسل، صباح الخير يا مكحولة المقال، صباح الخير يا قديسة الوديان والجبال، صباح الخير يا من أبحرت فيها زوارقنا، صباح الخير يا قدس. صباح الخير يا زيتونة في ساحة البيت تضيء بزيتها القدسي مصباحي بلا زيت، أنير بهديها ظلمات أيامي وأبني صرح آمالي وأحلامي. صباح الخير يا من حولها أطيافنا تجثو، صباح الخير يا قدس، صباح الخير يا أقصى، صباح الخير يا صخرة، ويا حرما إليه رسولنا المحمود قد أسرى، وأما به جميع الرسل من أقرانه فجرا، وعرج منه للعليا فوق براقه مهرا. صباح الخير يا قدس، صباح الخير يا دارا سلاما كل من فيها، صباح الخير يا وطن المحبة في روابيها، ويا أرضنا يعانق غيمها الميمون واديها، وتحتضن الجبال في سوق مراعيها. صباح الخير يا قدس.
صباح الخير يا أرض الرباط وواحة الأديان، صباح الخير يا أسوار يا أبواب ويا بنيان، صباح الخير يا ذهبية الأجراس والقبة، صباح الخير يا ساحتها الرحبة، صباح الخير يا قدس، صباح الخير لكل فلسطين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا وطن، معكم من الإعداد والتقديم هادي الأبو زينة، من الإخراج التلفزيوني خالد نجاص، ومن الهندسة الإذاعية محمد ريان، ومن المتابعة والتنسيق السحر حناني. وللتذكير تتابعونا على شبكة وطن الإعلامية على شاشة تلفزيون وطن، وعبر إذاعة وطن على الموجة 99.2، وعبر وكالة وطن للأنباء على موقع فيسبوك مباشر. أسعد الله صباحكم. لنبدأ حلقتنا بأبرز العناوين. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم احتفالا بما يسمى عيد الحانوكا. وقوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت أكثر من 10 مواطنين. وفي ملفنا الثاني نتابع وصول النساء إلى مراكز صنع القرار مقياس للديمقراطية في المجتمع. وفي الملف الأخير أجهزة السلطة تفرج عن المعتقل إسلام بني شمس بعد 95 يوماً. إلى التفاصيل. إذن للمزيد من الأخبار الميدانية ومتابعة آخر التفاصيل ينضم لنا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي الدكتور أمين أبو وردة. يسعد صباحك سيد أمين وأهلا بك. تحياتي لك. يعني سيد أمين، بالبداية لو تجمل لنا حصيلة الاعتقالات والمداهمات وأيضا الإصابات، تفاصيل ما حدث ليلة أمس وفجر اليوم. نبدأ من إعلان مصادر محلية في جنين ارتقاء تامر نشرتي شهيدا في جنين متأثرا بجراح علاج أصيب بها قبل أسبوعين تقريبا في انفجار عبوة على مدخل مخيم جنين أثناء اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة. فيما نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة تهم واعتقالات واسعة في مناطق الجنوب والشمال والوسط، حيث جرى اعتقال زوجة الأسير بلال اليتيم من بلدة يطا جنوب الخليل، وأيضا جرى اعتقال أسامة عواودة من دورة، وأيضا اعتقالات كانت في مناطق أخرى من الضفة الغربية، اعتقال ميلاد حساسني من العبيدية قضاء بيت لحم، أحمد خالد العمور من إتكوع أيضا بالقضاء، ومن دير صلاح محمد موسى العسوس. من القدس المحتلة جرى اعتقال محمود أحمد عطون وهو نجل النائب في مجلس التشريع أحمد عطون، إضافة إلى قسام محمود عطون ومحمد صهيب عطون، اعتقال عادل الخطيب من حزمة، أبان حماد من قلقيلية، يوسف البزور من برقين قضاء جنين، ومحمد موسى العسعس من دير صلاح في بيت لحم. إذا نحن نتكلم عن 11 معتقلا. أيضا شهدنا بالليل الماضي إطلاق النار على أهداف إسرائيلية، كان هناك اشتباك مسلح على دوار عرابة قضاء جنين واستهداف حافلة بالقرب من فرور أيضا بالقضاء، وفجر في ساعات متأخرة من الليل الماضية إلقاء عبوة من صنع محلي على نقطة عسكرية بالقرب من المربعة غربي نابلس القريبة من بلدة تيل. نعم، يعني سيد أمين أيضا ماذا عن أحوال الطرق صباح هذا اليوم؟ هل يوجد أي طرق مغلقة؟ هناك طريق المرور عليها صعب جدا وهي طريق نابلس رام الله، حيث هناك حادث للاحتلال على مدخل بلدة بيت يقوم بتفتيش سيارات سيارة سيارة، وبالتالي ما نلاحظه في هذه الأثناء أن هناك طابور كبير من المركبات بدءا من مدخل الحوار الشمالي حتى حادث زعترة أكثر من 2.5 كيلومتر طابور المركبات. السبب طبعا هو الحادث المقام حاليا على مدخل بلدة بيت ويقوم بتفتيش السيارات بشكل دقيق في ساعات هذا الصباح، بالتالي هناك حركة صعبة في المنطقة تربط مناطق شمال الضفة الغربية بمنطقة الوسط، وبالتالي هو ليس إغلاق وإنما تجديدات وإجراءات تفتيش دقيقة على هذا الطريق، وبالتالي نعم. هذه فقط الطريق التي فيها صعوبة في التنقل في هذا الصباح. نعم، إذن إلى هنا أود شكرك الزميل الصحفي دكتور أمين أبو وردي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك. في
في أقل من شهر واحد وأسرة واحدة وأسرة أخرى يطرق الفقد بابها لتودع قمرين من أبنائها في جنازة واحدة، وتتوشح فلسطين بالسواد حزنا وألما على فقدان شقيقين تركا ينزفان آخر قطرات دمهما أمام أعين أشقائهم دون السماح لهم بالاقتراب ولملمة أشلائهما. وقبل أيام من زفاف شقيقتهما زف شقيقان الشهيدان محمد ومهند مطير على الأكتاف في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة عقب استشهادهما في جريمة دهس نفذها مستوطن بالقرب من حاجز زعترة مساء يوم السبت. لنشاهد هذا التقرير من إعداد الزميل بهاء بركات والزميل محمد الزاغة. قبل أيام من زفاف شقيقتهما زف الشقيقان الشهيدين محمد ومهند مطير على الأكتاف من هذا المنزل في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة عقب استشهادهما في جريمة دهس نفذها مستوطن بالقرب من حاجز زعترة. حزن وألم وفقدان لشقيقين تركا ينزفان آخر قطرات دمهما أمام أعين أشقائهم دون السماح لهم بالاقتراب ولملمة أشلائهما. وانشرت معنا السيارة وقفنا على جنب الشارع عشان نسوي البنشر، وكنا 5 إخوة في السيارة، وأجا سيارة زي ما تقول مش سيارة تقول صاروخ ولا إشي يعني من سرعته، يعني هو طبعا أكيد شافنا وإحنا بنشوف بنسوي في السيارة، لف ورجع لنا على سرعة يعني إنه يقدر يسوي جريمة أكبر، فهمت علي؟ فلما ضرب في السيارة طير السيارة تقريبا بجزء 10 متر محل ما إحنا واقفين، وأخوي طار تقريبا أزود من 10 متر، واحد منهم والثاني الحمد لله رب العالمين، اثنين إصاباتهم يعني زي ما تقول أشلاء الحمد لله رب العالمين. تقريبا 10 دقائق ربع ساعة على الأرض، إجري مكتومات اثنتين، والثاني ممزوع بطنه والثاني وإجري مكتومة يعني ما ظلش دم. مهند مطير قبل أن تخطف روحه سيارة مستوطن حاقد كان حالما بغض أفضل مستقبل مليء بالأمل والحياة، كان طالبا جامعيا في جامعة خضوري واليوم يبكيه أساتذته. الله يرحمه مهند، أحد الطلاب بدرس معي مادة إدارة مبادئ إدارة، يعني من الناس اللي في بداية حياتهم أول حياتهم بلش إنه زي أي طالب، يعني شاب الله يرحمه مؤدب، يعني بتعرف زيه زي بقية الشباب، يعني إنه فيهم شوية مشاغبة بس في النهاية يعني عائل. جريمة جديدة ثقيلة على محبيها تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال التي زادت وتيرتها في حكومة الاحتلال الجديدة التي أطلقت يد جيشها ومستوطنيها ضد الشعب الأعزل. حقيقة ما حصل بالأمس هو جريمة نكراء، جريمة بشعة ارتكبها قوات الاحتلال وارتكبها مستوطن حاقد ضد أبناء شعبنا الأعزل، والجميع شاهد وسمع طبعا طبيعة هذا الحادث المؤسف الذي ارتقى من خلاله شهيدين. وكما تشاهدون طبعا هذا الاحتلال وحقيقة بعد تشكيل حكومة الإرهاب الحكومة الإرهابية التي يترأسها الآن بن غفير، فنحن نستعد إلى الكثير من شلالات الدم التي ستقع بحق هذا الشعب الأعزل نتيجة للأسف الهجمة الاستيطانية وهجمة المستوطنين الذين يتلقون الحماية الكاملة من قوات الاحتلال. هذه آخر مرة يجتمع فيها الأشقاء 5 تحت سقف واحد قبل أن يشيع جثمان 2 منهم في أزقة المخيم الشاهد على جرائم الاحتلال منذ النكبة. بيت آخر من بيوت هذه البلاد يطرق بابه الفقدان بأوجع صورة، أم أخرى تودع نجليها بجنازة واحدة، وأخت تفقد كتفيها، والبلاد تتوشح بالسواد. من مخيم قلنديا شمال القدس لشبكة وطن الإعلامية بهاء بركات.
تحديات عديدة تواجه وصول المرأة الفلسطينية لمراكز صنع القرار، منها الثقافة المجتمعية والقوانين والإرادة السياسية وغيرها. لذا نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية حلقة نقاش في رام الله لبحث تمكين النساء سياسياً ومنحها حقها في الوصول لمراكز قيادية، باعتبار ذلك حقاً لهن ومقياساً لمؤشر الديمقراطية داخل مجتمعهن ووعيهن اللاحقوقي. للمزيد تنضم لنا عبر الخط الهاتفي منسقة برنامج المشاركة السياسية في جمعية المرأة العاملة سمر هواش. يسعد صباحك ست سمر وأهلا بك. يسعد صباحك يا هلا. تحياتي لك. يعني ست سمر بالبداية لو تسمح لنا أن نشاهد هذا التقرير من إعداد طاقم وطنة. تحديات عديدة تواجه وصول المرأة الفلسطينية لمراكز صنع القرار، منها الثقافة المجتمعية والقوانين والإرادة السياسية وغيرها. لذا نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية حلقة نقاش في رام الله لبحث تمكين النساء سياسياً ومنحها حقها في الوصول لمراكز قيادية، باعتبار ذلك حقا لهن ومقياسا لمؤشر الديمقراطية داخل مجتمعهن ووعيهن الحقوقي. طاولة مستديرة لنقاش حول الأجندات النسوية في مناطق رام الله اللي هي منطقة بتلو، دير السودان، بالعين وقراوة بني زيد. الهدف من نقاش اليوم هو الوصول لمؤسسات المجتمع المدني بالذات لحتى نشكل شبكة داعمة لهذه المجموعات في هذه القرى والمناطق لحتى تطلع بالأجندات هاي لمستوى أعلى لصناع القرار المرة القادمة للوصول لحل هاي المشاكل المطروحة. مجموعة من النساء يتمتعن بالروح القيادية، حضرنا اللقاء ليشاركنا خبراتهن ومهاراتهن وتجاربهن مع نساء أخريات. مشاركتي كمنسقة للمجموعة اللي خرجت من مشروع وبرنامج المرأة والديمقراطية، فكانت مبادرتنا أنه نجتمع مع النساء نحلل المجتمع المحلي وخاصة النساء وشو المشاكل اللي بيعاني منها المجتمع المحلي وكيف نكتب هاي الأجندة ونطلع فيها بشكل واضح وصريح ونحللها شو المشاكل شو الحلول شو الجهات اللي احنا ممكن نوصل لها عشان نحل هاي المشاكل، وحتى لو ما قدرنا نحل انه جزئيا نسلط الضوء على المشاكل اللي بنعاني منها. هلأ من ثلاث شهور احنا بنشتغل على شيء اسمه الأجندة، أجندة احتياجات للقرية بشكل عام. كانت الأجندة تتضمن بنود المحاور الرئيسية فيها الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والشباب والشابات. طبعا احنا حاولنا نفند كل محور باحتياجاته بشكل مفصل كثير كثير كثير. طبعا احنا في الجمعية لنا 11 سنة، في كثير اكتشفنا انه احنا قاطعين فيها شوط مثلا، او انه حققنا كثير اهداف من هذه الاهداف، خاصة التمكين السياسي والاجتماعي والنفسي واشياء زي هيك. العديد من النساء تمكننا من تخطي الصعوبات والتغلب على التحدي، يشكلن نماذج يحتذى بها في المجتمع وحافزا لنساء أخريات يطمحن بالوصول إلى مراكز صنع القرار. يعني أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذة سمر، يعني منسقة برامج المشاركة السياسية في جمعية المرأة العاملة، أهلا بك مجددا. أهلين، يعطيك ألف عافية. يعافيها. يعني بداية ست سمر لنضع المشاهدين والمستمعين في صورة حول برنامج المشاركة السياسية في جمعية المرأة العاملة، ما هو هذا البرنامج وما الهدف منه؟ برنامج المشاركة السياسية في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية هو أحد ثلاث برامج رئيسية تشتغل عليها الجمعية بشكل تكاملي، وهو برنامج المشاركة السياسية نفسه وبرنامج مناهضة العنف ضد النساء الفلسطينيات وبرنامج التمكين الاقتصادي للنساء. نعم. لأنه زي ما بنعرف في مجتمعنا الفلسطيني النساء بيواجهوا زي ما إجا بالتقرير وتفضلتي بالمقدمة العديد من التحديات، وأيضا مقابله هناك العديد من الإنجازات
اللي بتأكد مواطنة النساء. عشان هيك بنقدم الخدمات في الثلاث برامج بشكل تكاملي بما يعكس احتياجات وأولويات النساء في المجتمع المحلي. نعم، يعني ست سمر، يعني كما يعني تنظمون بشكل مستمر يعني حلقة نقاش حول مشاركة المرأة في صنع القرار، يعني هنا هل تستهدفون فئة الشباب؟ يعني هنا أخص بالذكر الذكور، وما هي أهمية استهدافهم أيضا؟ صحيح، برنامج المشاركة السياسية بالتحديد، يعني بقدر أقول إنه بيشتغل على ثلاث مستويات رئيسية وبيستهدف ثلاث فئات رئيسية، خليني أسميها، اللي هو فئة النساء أنفسهم بالتركيز طبعا على الفئات الشبابية سواء ذكور أو إناث، وأيضا صناع القرار في المجتمع الفلسطيني والمجتمع المحلي. يعني هذول الثلاث محاور الرئيسية اللي تنطلق الجمعية في أهدافها باستهدافهم من أجل تحسين أو تغيير واقع النساء الفلسطينية. نعم. ولما بنحكي عن النساء أنفسهم، لأنه يعني إحنا بنعتبر إنه الأداة الرئيسية لإحداث عملية التغيير في المجتمع هن النساء أنفسهم، وبالتركيز زي ما قلنا على فئة الشابات. وبهذا المجال يمكن الجمعية بتنفذ كثير أنشطة إلها علاقة برفع وعي النساء بقضاياهم بحقوقهم. تنظيم النساء هذه مسألة كثير مهمة. تنظيم النساء بهياكل اللي يقدروا يدافعوا عن هاي الحقوق، يعني وأبرز شيء في عمل جمعية المرأة في مجال المشاركة السياسية هو أجسام مجالس الظل بنسميها، اللي هي مجالس موجودة في المناطق الريفية، وهذه من الإنجازات الكثيرة اللي حققتها الجمعية. هاي المجالس موجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حوالي 99 مجلس ظل، 4 في غزة و 95 مجلس في الضفة الغربية، اللي بيراقبوا على عمل المجالس المحلية من منظور النوع الاجتماعي، بشجعوا النساء على المشاركة في الانتخابات. يعني هي حاضنة أيضا للنساء من أجل رفع قدراتهم بحيث يصبحوا قيادات في قطاع الحكم المحلي. نعم. الجانب الثاني صناع القرار، لأنه إحنا لما بنحكي عن خدمات تقدم للنساء بالمجالات المختلفة بدون ما نضغط على صناع القرار في المجالات المختلفة اللي انذكرت في التقرير، الثقافة، القوانين إلى آخره، مش بنقدرش نحصل عملية التغيير. وبالتالي هذه محور كتير مهم. وطبعا ثقافة المجتمع، يعني بنحاول بشكل تراكمي واستراتيجي إنه نشتغل على تغيير نظرة المجتمع لأدوار النساء والرجال في المجتمع. نعم. لأنه إحنا ينظر إلنا إنه أدوار إنجابية تتعلق بالمنزل على أهمية ذلك، ولا ينظر إلنا بأدوار سياسية بشكل أو بآخر. نعم. فئة الذكور وبالذات الشباب فئة كتير مهمة، لأنه إذا بدنا نحصل بالفعل عملية التغيير لازم نستهدف الذكور، من يعني الشباب بشكل عام، ذكور وإناث، والذكور بشكل خاص، لأنه إحنا بنؤمن إنه زي ما تفضلتي إحدى مؤشرات الديمقراطية هي قضية تعزيز المواطنة بالنسبة للنساء، ونعتبر قضايا المرأة قضايا مجتمعية حقوقية وليست فقط قضايا نسوية. نعم. عشان هيك كتير مهم استهداف بالذات فئة الشباب، لأنهم أيضا صناع التغيير. يعني إحنا بنحكي دائما عن أهمية تعاقب الأجيال اللي بدها تحمل الرسالة، بدها تحمل مفاهيم المواطنة، بدها تحمل مفاهيم منظومة حقوق الإنسان اللي تقدر تمررها من جيل لجيل. نعم. يعني أيضا ست سمر، يعني من خلال هذه الجلسات الحوارية، هل تستهدفون النساء يعني كمن كنماذج تغلبنا على التحديات والصعوبات، وأيضا شكلنا نماذج أخرى يتحدى بها المجتمع وحافز لنساء أخريات يطمحن بالوصول إلى مراكز صنع القرار؟ نعم صحيح. يعني التقرير اللي تفضلت فيه في البداية أو اللي عرضتوه في البداية واللي بيحكي عن إحدى المشاريع الرئيسية في برنامج المشاركة السياسية اللي هو مشروع المرأة والديمقراطية، هو بيحكي بشكل مباشر عن هذا الجانب. وميزة هذا المشروع مشروع مساحة نسوية، ممارسات تحويلية ومشاركة سياسية للنساء والنساء ذوات الإعاقة في فلسطين. فبالتالي في ميزتين رئيسيات في هذا المشروع. الميزة الأولى أنه يهدف إلى إدماج النساء من ذوات الإعاقة في كل أنشطة المشروع من بدايته اللي بلش تقريبا من سنتين ونص. وأيضا في عامل ثاني كتير مهم أو
يعني قيمة مضافة في هذا المشروع هو مفهوم جديد نسبياً على مجتمعنا الفلسطيني، وهو مفهوم الانحراف الإيجابي والقيادة المتكيفة. يعني بمعنى أنه زي ما تفضلتي، يعني إحنا مش بس بهذا المشروع، هو هذا تراكم لعمل الجمعية كجزء من الحركة النسوية على خلق نساء بالفعل يكونوا نماذج مجتمعية، نماذج قيادات مجتمعية، واللي لا نكتفي إنهم يحصلوا على هاي المعلومات ورفع القدرات وإلى آخره، على العكس تماماً إن بنخلوها لنساء أخريات. مفهوم الانحراف الإيجابي ليش بقول جديد نسبياً؟ لأنه قائم على فكرة إنه المجتمع هو المسيطر بشكل أو بآخر على عملية التغيير، وبالتالي الأشخاص زي ما هن جزء من المشكلة أيضاً هن جزء من الحل. وبالتالي من خلال المقابلات والعمل الجماعي بالمجتمع بصير المجتمع قادر على كشف وتحديد النماذج الاستثنائية وكمان الحلول والاستراتيجيات الإيجابية. لأنه زي ما تفضلوا بعض النساء في المقابلات، كثير مهم أنه نشتغل على تحليل المشكلة وآليات مواجهة المشكلة بالاعتماد على موارد المجتمع نفسه وعلى موارد النساء نفسها. عشان هيك هذا المشروع ليش بنعتبره مهم؟ لأنه وصل لأعداد هائلة من النساء في حوالي 17 موقع في الضفة الغربية وقطاع غزة. بشكل رئيسي يعني غزة فيها 4 مواقع، نحكي عن رام الله ونابلس وطول كرم مستهدفين في هذا المشروع، اللي اشتغل على بداية ورش لتوعية النساء بحقوقها، ومن ثم قدروا باجتماعات متواصلة انهم يحددوا اللي سميناها الأجندات النسوية، حكى عنها في التقرير. هاي الأجندات اجت بناء على احتياجات النساء اللي كل مجتمع محلي من ال 17 موقع هدول في الضفة وفي غزة قدر يوقف على المشاكل الموجودة في المجتمع بشكل عام واللي بتخص النساء بشكل خاص، وطور فكرة انه استنبط من الأجندات النسوية اللي بتعكس حاجات تنموية في المجتمع المحلي، استنبط مجموعة مبادرات. وبالتالي احنا بنحكي حاليا عن 17 مبادرة تقريبا في طورها النهائي، اللي رح تكون جاهزة ورح يشتغل عليها النساء مع المجتمع المحلي. بداية استهدفوا مؤسسات المجتمع المدني من خلال اللقاء اللي تم عقده في رام الله من أجل أخذ مشورتهم في قضية الأجندات النسوية، وسيتم عقد لقاءات أيضا لمنطقة الشمال، وعلى بعد الانتهاء من لقاءات المجتمع المدني أيضا سيتم عقد لقاءات مع الفاعلين في صناعة القرار اللي المفروض يستهدفوا بشكل أو بآخر بتنفيذ المبادرات حتى تنفذ بالفعل بشكل مرن وبشكل سلس اللي تقدر تأثر إيجابا على المجتمع المحلي. نعم، إذا إلى هنا أود شكرك منسقة برنامج المشاركة السياسية في جمعية المرأة العاملة سمر هوا، شكرا لك. كما حكمت محكمة الاحتلال في معسكر سالم على الأسير بلال أحمد أديب أبو زيد من بلدة قباطية بمحافظة جنين بالسجن المؤبد 32 عاماً وتعويض بقيمة 2 مليون شيكل. وأشار نادي الأسير إلى أن أبو زيد معتقل منذ الشهر الثاني في عام 2016، وقد هدمت سلطات الاحتلال منزل عائلته في العام ذاته، وبين أنه بالحكم على الأسير أبو زيد يرتفع عدد الأسر المحكومين بالسجن المؤبد إلى 552 أسيراً. وإلى ملفنا الأخير، أفرجت أجهزة أمن السلطة عن المعتقل السياسي إسلام بن عودة يوم الخميس الماضي بعد اعتقال دام 95 يوم. للمزيد ينضم لنا مباشرة عبر الخط الهاتفي إسلام بني شمسة. يسعد صباحك. نعم، إذن سنعاود الاتصال بإسلام مرة أخرى. و
يوم أمس أطلق مقاومون النار تجاه حافلة إسرائيلية وأصابوها بشكل مباشر قرب قرية صانور جنوب شرق جنين. وأفادت مصادر عبرية بأن حافلة المستوطنين المستهدفة بالرصاص قرب جنين كان بداخلها عضو كنيسة من حزب إتمار بن جبير. وذكرت القناة السابعة العبرية أن ليمور من حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه بن غفير كان على متن حافلة مستوطنين تعرضت لإطلاق نار قرب جنين هذا يوم مساء أمس ودون وقوع أي إصابات. إذن نعود إلى إسلام بني شمس المفرج عنه بعد اعتقال دام 95 يوما في سجون السلطة. يسعد صباحك إسلام وأهلا بك. صباح الخير لكم ولكل المستمعين. تحياتي لك. يعني إسلام البداية لنطمئن على صحتك وسلامتك، كيف هي حالتك الصحية الآن وكيف أنت؟ الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله وبخير. نعم. الأيام الأخيرة يعني كان هناك في إضرار الحمد لله، يعني قلنا إضرار 3 أيام 4 أيام على الطعام كان، وآخر يومين أضربنا على الماء، لكن الحمد لله رب العالمين الآن يعني الصحة ممتازة. نعم. يعني إسلام لنبدأ وتخبرنا عن قليلا عن اعتقالك لدى الأجهزة الأمنية، متى تم الاعتقال، ما هي الحجة وراء ذلك، وأيضا يعني لحظة الاعتقال تم إطلاق النار تجاهك، هل تخبرنا عن التفاصيل لو سمحت؟ بالنسبة لموضوع الاعتقال يعني لا كان لا طريقة صحيحة ولا قانونية ولا شكل قانوني ولا أي شكل قانوني، يعني وحتى حجة الاعتقال لم تكن قانونية. طريقة الاعتقال كانت بناء على خطف، يعني تم اختطافي من منطقة بورين، كان منصوب لي هناك كمين بما أني أنا شغال على هناك على شحن، وكان منصوب لي كمين هناك، فتم اختطافي من منطقة بورين. عند عملية الاختطاف يعني هناك كان في ريب من موضوع القوة الموجودة تدعي أنها للمخابرات الفلسطينية، حاولت الفرار طبعا أنا، فهم بعدها تمكنوا من إمساكي. بعد يعني ما تمكن من إمساكي هناك يعني كانت الهمجية وكانت الطريقة يعني لما أتصور يعني طريقة مثلها، يعني أنا تعرضت للاعتقال قبلها عند الإسرائيليين أكثر من 5 مرات، ما كان هناك أبشع من الطريقة اللي تم اعتقالي من خلال السلطان. نعم إسلام، ما هي الحجة وراء اعتقالك؟ طبعا الحجة كانت وراء الاعتقال على أمور يعني قد تم التحقيق معي على خلفيتها في تحتك في المراكز الإسرائيلية، ولم يثبت هناك يعني أي شيء بهاي الخلفيات يعني اللي نسبوها. وأطلق صراحة بعد 5 شهور كانت آخر يعني آخر حجزة كانت قضيت فيها 5 شهور. الخلفيات يعني على نفس الخلفيات اللي دائما يعني بتعرض يعني عند الإسرائيليين، بتعرض للتحقيق، بتعرض للحجز، بتعرض للسجن من قبل الإسرائيليين عليها. نعم. يعني إسلام هلك أن تخبرنا كيف تم التعامل معك داخل يعني السجن، هلك أن تصف لنا أيضا الظروف المعيشية بداخله. طبعا بعد ما تمكن المساكمين من في منطقة بورين يعني، وبعد الضرب اللي تعرضت له في منطقة بورين عند وصولي إلى مركز جنيد، وعندما شافوا المحققين الحال اللي أنا فيها أخذونا على منطقة هي الخدمات الطبية الموجودة عندهم، فهناك يعني تم فحص وسائل طبية كانت موجودة هناك، ولكن يعني حالتي كانت لا تسمح للتعذيب ولا لأي شيء، يعني وضعوني في زنزاني 3 أيام بدون فرشي بدون أي شيء بداخل الزنزاني. طبعا كانت طبيعة استنكارهم للعمل الوضع في زنزاني يعني بثلاث أيام بغير أي شيء، طبعا كنت أنا مضرب عن الطعام بداية. نعم. كنت مضرب عن الطعام، وبعدها تم تحويلي إلى تحقيق أريحة المخابرات أريحة. بعد 15 يوم تم تحويلي من مخابرات أريحة لجنة مخابرات أريحة إلى اللجنة المركزية. نعم. طبعا هناك يعني داخل في أثناء التحقيق يعني بدايتها كان هناك يعني في شدة في المعاملة، ولكن يعني كنا في الريحة يعني شوي تفهموا الموقف، وكان هناك في وعودات من بدايتها يعني استنكروا العمل اللي قاموا به الأجهزة الأمنية في نابلس، وكان في وعودات إنه خلاص يعني تفكير الملف ونروح، ولكن هاي الوعودات يعني كانت يعني ما إلها
ما لها اي شيء، ما ترتب عليها شيء يعني بعدها، تم تحويل الى اللجنه المركزيه، اي يعني اللجنه يعني المشتركه لجميع الاجهزه الامنيه. نعم، يعني اسلام خذ تجربه الاضراب عن الطعام وانت معتقل، يعني اخبرنا عن هذه التجربه، ما هي ما هو السبب ايضا وراء اضرابك عن الطعام، وايضا ما هي المده التي استمريت بها في الاضراب عن الطعام؟ يعني بعد 15 يوم طبعا انا واخواني اللي بقوا معي يعني من المحتجزين المختطفين في زنازين أريحة، بعد 15 يوم احنا قرار محكم كان اخلاء سبيلنا، واخذنا قرار محكمة اكثر من مره باخلاء سبيل، ولكن وضعنا في الانفرادي كان لمده 35 يوم، وفي من الاخوه يعني قاعد حوالي 40 يوم في الانفرادي. المشكله في ذلك انه حتى احنا ما بنعرف شو الخلفيه اللي مخفين عليها. طب احنا اخلاء سبيل من المحكمه، اخذنا اخلاء سبيل للمحكمه، طب احنا على شو بحجه شو؟ احنا محتجزين في زنازين، يعني ما كان هناك اي جواب. طبعا بعد ذلك يعني قالوا بما انه انه احنا بشكل احترازي موجودين في سجن أريحة. طب بشكل احترازي احنا حكينا لهم ماشي، ولكن الاحترازي عمره ما كان بالصوره هاي، عمره ما كان احترازي وضعنا في زنازين وفي ظروف صعبة مثل الظروف اللي احنا بنعيشها. فحاولنا انه قدر المستطاع انه كان في انه طلبات يعني تغيبنا عن الواقع حوالي 80 يوم تغيبنا، ما كان هناك اي تواصل، ما كان هناك لا تلفزيون ولا راديو ولا اي شيء اللي نعرف ما يعني شو بجري برا. فكانوا انه مطالب في البداية، فما ما كان هناك اي استجابة من اي احد. بعد ما ذلك هي المطالب يعني اسلام؟ احنا بعدها المطالب يعني كنا بس يعني نرجع يعني ما اعرف شو بجري مره، يعني بس يعني نسمع اخبار راديو تلفزيون امور مثل هيك، ولكن يوم ما شفنا ما في تجاوب صارت مطالبنا بس ترويحه، لانه اصلا وجودنا احنا في زنازين أريحة لم يكن بشكل قانوني ولا اي شكل قانوني بكره موجود. فكان المطلب هو فقط انه ترويحه، ومن الاخوه بما انهم كانوا ترويحه من أريحة يعني ما راح يكون الا عن طريق الجنيد. نعم، في من الأخوة يعني كان مطلبهم برضه نقلهم إلى سجن الجليد. يعني أيضا أنت تتحدث عن اعتقال شقيقيك، يعني هل إلى الآن ما زالوا داخل سجون الأجهزة الأمنية أم تم الإفراج عنهم؟ أنا تركت 7 خلفي، هم الآن موجودين في سجن في زنازين أريحة، يعني لحد الآن محتجزين موجودين هناك. طبعا هسه لحد الان كان امبارح بعرف انه بلشوا خطوه اضراب على اساس انهم ينقلوهم لنابلس، في وعودات بنقلهم لنابلس، ولكن لحد الان يعني ما بعرف اذا استجابوا للوعودات هاي ولا لا. نعم، يعني اسلام لو هنا تذكر لنا من هم المعتقلين، وعيني هلك ان تطلعنا على اسمائهم. اخونا مصعب شتيين، نعم، تم اقتطافه من نابلس، طبعا هو كان مطارد للاحتلال، كان مطارد بس على خلفية انه يعني حريته، يعني ما في شيء اكثر من هيك، حريته الان هي المسلوبة في زنازين أريحة. يا اخونا نور السخل طبعا موجود طبعا في زنازين أريحة كمان، اخونا محمد العلاوي، عاصم الشامي، العقاد صدق العقاد، طبعا في هناك ابناء الكنعير طبعا موجودين هناك. جميعنا كان مطلبنا انه اول شيء انهاء هذا الاعتقال، وبما انكم يعني تدعون انه اعتقال يعني احترازي، توفير لنا بيئه يعني مناسبه. نعم، توفير لنا بيئه مناسبه انه الفتره اللي احنا راح نقعدها في الزنازين يعني تكون يعني شيء يهون علينا، ولكن نعم. بعد ذلك كان في وعودات انه بعد ما قمنا الاضراب في وعودات انه بحل الملفات وانه صوتهم وصل للجميع. نعم، يعني إسلام هنا أود السؤال، هل كان هناك أي متابعة لملفك من قبل مؤسسات حقوقية أو مؤسسات يعني تعنى بهذا الشأن؟ كان في متابعة، يعني في عندنا الهيئة المستقلة اللي كان في متابعة دورية هناك. نعم، ولكن المؤسسات هاي يعني كانت دائما كنا إحنا ما في إلا حل، إحنا فقط يعني نبقى مطلعين على اللي بيجري معاكم. هسا الحل سواء يعني هم حتى لو بدهم يرفعوا شكوى ترى بده ياخذ يعني بده ياخذ وقت معاهم. طبعا بعد الاضراب يعني جاء اخونا عمر بريك هو مسؤول الهيئه، وطلبنا احنا شخصيا طلبناه وقعدنا معه، وطبعا نفس الشيء يعني كان في وعودات من قبلهم للمؤسسه،
كان مؤسسات عديدة برضو زارونا هناك، ولكن مؤسسات يعني ما بتقدر يعني إنها أكثر من إنها تشكل إنها ضغط، ما بتقدر إنها تعطينا حل سريع. هم طبعا كانوا هيك يحكونا يعني، ولكن يعني قاموا بالدور يعني مطلوب منهم. نعم. يعني إسلام، أخيرا ما هي الرسالة التي تود توجيهها لأجهزة السلطة أو حتى للرفاق الذين تركتهم داخل السجن؟ يعني رسالة للأجهزة الأمنية يعني أن يتقوا الله في الأسرى المحررين بالذات. يعني إحنا تعرضنا للاستنزاف، يعني تعرضنا للاعتقال أكثر من مرة على خلفيات، يعني خلفيات معروف شو إحنا الاعتقال بتم عليها. إحنا الأمور اللي أنتم بتنسبونا إياها يعني أمور يعني مش عار بالنسبة لنا، بالعكس إحنا بنفتخر فيها، ولكن هاي أمور يعني عرضتنا للاعتقال مرة ومرتين وثلاث وأربعة. وجودنا يعني اعتقالنا من قبل الأجهزة الأمنية بيعرضنا للاعتقال كمان مرة ومرتين وثلاث وأربعة عند الإسرائيليين من غير لا شيء، يعني على أمور يعني قيدية، تقارير قيدية موجودة من بعض يعني الناس. الأخوة الموجودين في الزنازين أسأل الله أن ربنا ينعم عليهم إن شاء الله بالفرج القريب، وإن شاء الله أن ربنا بخفف عنهم بهون عليهم، والجميع إن شاء الله أن نواكب معهم إن شاء الله. إن شاء الله. إذن إلى هنا أود شكرك المعتقل السابق لدى أجهزة الأمن الفلسطينية إسلام بني شمسة. شكرا لك إسلام. إذن وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. كنت معكم من الإعداد والتقديم هدي الأبوزانة، ومن الإخراج التلفزيوني خالد نجاص، ومن الهندسة الإذاعية محمد ريان، ومن المتابعة والتنسيق سحر حناني. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد، صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن، صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين، صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء، صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن، صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي، هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب، الجنيدي إلنا كلنا، هيئة تنشيط السياحة الأردنية.